ما حكم سعي المسلمين لامتلاك هذا النوع من الأسلحة؟ بالنسبة لهذا النوع من الأسلحة الآن بعد أن اعتدي به وأصبح المسلمون عرضة له، فإنه يجب عليهم أن يسعوا لامتلاكه. طيب. لأنه لا يردع العدو إلا امتلاكه. نعم. ولذلك انظر إلى باكستان لما امتلكت القنبلة النووية. نعم. توقف عنها كثير من التحرش من جيرانها الذين كانوا يتحرشون بها بسبب أنهم يملكون قنبلة نووية. نعم. ما نرى اليوم من المسارعة للتطبيع مع الصهاينة والانهزام الذي أصاب العرب، كثير منه سببه طبعا سببه نقص الإيمان بالله هذا وبموعده الأساس. نعم. لكن كثير منه أيضا أن الصهاينة يملكون سلاحا لا يملكه العرب. صحيح. نعم. يخوفونهم به. نعم. فلذلك يجب على المسلمين السعي للحصول على هذا السلاح الرادع، ولا يجب عليهم استعماله إلا إذا استعمل ضدهم. نعم. من أجل أن يحصل توازن الرعب. نعم. أن يكون لدى المسلمين ما يرهب الأعداء ويخيفهم.